وحده كيمي زاد المستدره تفوق هاد التيشيرت وتسكيت حسابي حتى انا واخا سرت سنت القرين غادي فغن غير انا اي سيد جيت مغالي نتسكت انا لا انت لا تبارت لا تخرجي من تدار كيما ندغيلا سلام حبيبتي كي دايره لاباس عليك لاباس الحمد لله يسولفك الخير انت كي دايره الحمد لله اش اخبارك الحمد لله يستر الخير احنا ما كربتي صعيب شي ما تسولي ما تعيبي ما والو غير مع الوقت لقيتيني الله دخلت دابا من واحد الريستورا واعره تغديت فيها بصحتك اسيدي الله يعطيك الصحه حبيبه ايوا فين هاد الغبور جي عند صاحبتي نجلسو شويه انت عارفه انا سقايه في الدار والله ما كنخرج لا لا دوزي عندي بغيت نهضر معاك دوزي عندي شحال هادي ما تشوفني صافي العشيه ندوز عندك يلا واخا مرحبا بك يلا بسلام عليك اسي باش الله فيك بخير الحمد لله ما كي ما دي دخت سوال شتو فيت غير لتريس هاكي شي قربي سلامت رد سوال الجنون وما على حسب الخدمت وروبلي وما الله واش وقت ما جيت ندوي معاك كتنخلني شنو بغيتيني نقول معاك راه ديما كتمرضيني كنجي من الخدمه غير باش نرتاح كتعصبيني ديك الهضره ديال العيالات ما عندي ما ندير بها صباحات ولا ياك واخا سري انا اللي مقابلك اما هي تمشي نقلب على خدمه واللي بغيتها نشريها سعيد راه غادي غير تجمع يمكن تسنتي بزاف لا تطرير بزاف ربيني هي ما تسكرت التليفون النغمة الا واس ازاي تغضب تكرانيات انت ما زين ربما ما دام انت صحه ما طاحت تجيت هو يا بغي الاخوان خاوي يعني ما ترى داك هي الكاسكرو تسكران اندومي هو شويه ضنا تسكرت ما كان اندومي ان شاسك لا حمد ابن القوزي الا بيتا مرحبا بك الدار دارك فيك مرحبا بك صاحبتي الدار دارك اش هاد الغبور مابقيتيش كتجي عندي اولي يا صاحبتي انا حدي الدار والله ما كنخرج كنشوفك في ستوريات برا مع راسك اما انا قاتلاني الفقصه في الدار وعلاش صاحبتي خرجي عينيك في داك راجلك واش ما فراسكش القانون الجديد ديال المراه لا شنو كاين العالم عاودي ليا ما كتريش انا دكتور ولي بالك عجب الغصه اودي اشكيه ولا انا غنغطو شي فلاسيين فلاسيين دارو لي انتو وصلت لجري الدوله انا قال ما زول سكرب كما انا قلت تروش تي مارينا فليكس تاع السبور ديال المدونه عارفين غادي راه نقوا عليه هما نيزت كغيلا ديس مدن مغارد وريكت النيسي الشاوليس ديش كزل خدم لا حول ولا قوتي إلا بالله وما ديك يسين لهم ما فانك كات غيلا تمارا يرحم ربي تي مغاري مختل اللي تنتي كانو كان يستمازير اللي يطيك صدنا مساكن غير الناس اللي فتاند يتي انت يبدا فلغمنا فقير احفلغمنا ركازينو ورسهتي يسي طو الضايسي الشارع تفتو غير النبقى اختي غيلاد تي هلكت انتي التليفون دوز مزاد اللي يبودلن لا اله الا الله وصافي
الا دبر بكري داخل جاوب حتى غير ماس التليفون وما درنا نجمعها تحلو وصافي. هذاك الشيء اللي عاودتي لي على راجلك كون انا منك كنت فرقت معاه شحال هادي ما نبقى معاه حتى دقيقه. وصافي حتى انت كوني بحال البنات دير له انستغرام ولا شي موقع وتعرفي على شي واحد يكون لاباس عليه يبرعك وتهنى من داك الزلطه. لا لا صاحبي الله ينجيني اجي ياك ما كيفاش ياك ما ياك ما مصاحبه. شوف اختي هذاك الشيء كيجيك راه بزاف هاد التليفون ايفون ها الروايح ها السناسل. سمحي لي ولكن راجلك ما يقدش على داك الشيء كامل. او مالك حكرتي راجلي؟ لا لا شوفي بصراحه انا غادي نعاود لك ولكن سرنا يبقى كوني هانيه. بصراحه انا تعرفت على واحد وهو اللي مهضر فيا وما خلاني مخصوصا حتى شي حاجه كيتعامل معايا بحال شي اميره وكيشري ليا كادويات كيشري ليا الروايح وشري ليا ايفون. هذاك الشيء علاش قلت لك حتى انت دبري على راسك معيشني بحال شي اميره كون جيت نتسنى راجلي ما يشري لي حتى سلسله ديال الجراق. لا لا يا اختي شفتي الرجال هكا كي يكونوا في الاول فاش يكونوا مصاحبين وقت يكونوا في الاول هي كتوصلوا للزواج ما كاين غير المدابزه والمعاطيه. ولكن شوفي حضي راسك. لا كوني هاني من جهتي. ما نخافش عليك اصاحبي واخا كوك سعداتك وطلعتي يا صاحبتي طماعه من هي ما طلعت راسك من الوقت بغيت هكا. واش ما صاحبتي نخليك انا غنمشي. شوفي ما تنساش داكشي اللي قلت لك. لا لا كوني هاني يا صاحبتي ويلي يلا بسلامه. يلا تهلاي في راسك وما تنساش هادشي اللي قلت لك. كوني هاني يلا بسلامه. الو السلام عليكم لاباس بخير هادي غتي عندك هوشه غليا هايو شيان غيلا حماده كي غيلا ايتي ماري دا قرار واخا تهنا غيلا كاينه طيب. هادي غتي عندك هوشه غليا هايو شيان غيلا حماده كي غيلا عبد الله وعبد الله درتي ثاني موطا حمار وباز باز. انا بعدا ما عمرني شفت بحال هاد الزواج راجل متكبر ما مسوقش هادشي قال مرتو شنو ويقول لي واش كاين شي وحده اخرى. صباحات ولا عاوتاني وقيلا ما بغيتينيش نبات في هاد الدار نفس السيناريو عندك ونفس الهضره كنعيشوها يوميا. صباحات ولا عاوتاني تنكني غيو مرقنك ان شاء الله. هي هيما المهم يلا تهلاك يا خدمة مرحبا بسلامك مبروك. مدى صوت الوقت تقول لهم يتنين ما تصوروا إنا إنا أكوري هما ميان الهور المغاري والمدونات الأخرى عند غيني قاهي تجمع سدر في تبارك وتعالى إن القرآن العظيم الرجال قوامون على النساء إني غل آيات للذكر مثل حظ الأنثى يعني أرجز للتسين السهم تفرق التسين السهم ميلي كل تيلي أكوري هما ميان. متى هما جاو لي صابون تفطا سيدنا الصباح الخير ما يعزان. لا 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 قلت لي بيت راه هو يونس. سوا تسنى غالي دي وين وي غيلا انا كي راه تلقيت مغار كيفاش تفوقتي يمي عاد زرت هي غاين كات زريت كيا ورت سنتي ساكن انا راك تا 20% غلخلصان هذا هو التينيت. ايه سول نعامة سيدي راه تسافر بلا لا دلك وراك تنا والو ودارك ما يستيني وانا يا انا رجعت وريق بلا هي. صباح الخير زعما سي في دارك.
كان جيت سولدي لخير انايا اليوم التعليق غادي تفوق تا غراس لا وتفلاتي دابا فوق ياك سعيد قلت لك انت كي ساليت كيتسم الراقف واخا سولت الفلت سوسوت البعض نكبت السكره واخا سعيد يقول لك سيتي اختت انت اسمي هتولقي غلينا هيا نقيت غير المحاكم سير انا كما عجبت لك انت اولا صاحبتي علاش ما درتي ليه باش يصرفقك كاينه سيبه في البلاد اصلا ترى فقت اليوم في الصباح وجدت ليه الفطور حطيتو ليه فوق الطبله لقى تليفوني باش قلب ولقى داك خينا اللي كتهضر معاه لقى الميساج ديالو هو يتعصب وضربني وتناقشنا وهددتو باش قلت ليه زعما على هذا القانون الجديد صافي وخرج برا ما عرفتش شنو غادي يدير معايا مازال اي والله هديك صاحبتي راه ديما كنقول لك جمعي راسك يلا طلعي في راسك صاحبتي انا غنمشي حتى انا عندي واحد الكنس في الدار غير خلاه الله وصافي صاحبتي ما تمشيش بقى معايا تخليني بوحدي الله يهديك صاحبتي وانا مخليك في الزنقه راه دارك هادي والا كان شي جديد عيطي ليا صافي يلا غنمشي دابا انا المهم مسائل ديال السوار حيد فلوس من بالك انا كيجراني لاباس راك سوا خصي حيت كاينه في الكونطاج واسكري نتيت ترجمة